السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه أتباني دي السلام يا أول عليال علاد فرسماء أيان قلت من دور جار خدك أيان نقع سلاضي سيدا درتيت من دور جار وقبا حي هذا وحوقا من تجابين أيوا أوكي بانو ملاين أيا سي شير قرية برنامج كي نقال لأنه وحوي اللهم صل على سيدنا محمد لبدي قضب أن هرايد يخش أيغي قضبكي مدحوينها أحمد محمد محمود سيرانيو يو هودي سوماليا يتريوان ولو ريقني لما دا قضبان دوني يانا كهد لو سيشار قري ولا ليلوان كحوما هاي رنتي علاد دا فرسماء ينوغو تميد علاد فرسماء ينوغو تميد آذي آدبان وغحوما هاي هديان كوه ريو
غضبك مدحوينة أحمد محمد محمود سيرايو هرتا هدين السومالي لان هاي حسبي يدا وح الله أبوري وحوي إن صدح ذا حسبي قران حسبي كستا و لايما دا ترتان إيو وحي أمتقانا أمتا وكوه قامين إيو سياسة أمتا كوه قامين إيو حسبي والبنا وح الله بهاي هاي een waxa uu xisbiga kale kaga wanaagsan yahay inuu bulshada u soo bandhigo haday wax qabad tahay hadii ay maamul tahay hadii cadaalad tahay haday sinaad tahay hadii horumar tahay ayaynu saddexda xisbi qaran aynu u sameysanay xaqiiqatan laakiin xisbiyada looma sameeynin inaynu qabyaalad iyo mataqaana een aflagaadooyin iyo waxaan munaasib ahayn aynu متقن حسبيده وقولنا قلنا حسبيده وحيك ترجمة يا واد ديمقراطية إن قف كستام وادني حسب قطونا وطورنا يو سكون قبيل يا عاطفة يا فلقات مننا كطورني هذا بقى متحولين نشمرية الصومالي الآن أحمد محمد محمود سيرايو قيمة الصومالي الآن كتشوجا وحويه وعلى كان أيو لقيمة يا متحوينه يعني قيمها وعلن كان كل ياي سومالي الله أحمد محمد محمود سيرايو وحول قيمي هاي علن كنا أي أمت أنا أي أولي متي وأنا رجي علن كاني وحول قيمي أستانتا قرنكا وحول قيمي هاي أستانتا أمت الجمهورية السومالي الآن أحمد محمد محمود سيرايو دل كان يدد كان تاريخ أن لسوكو بكريم بكل يا حقيقة مدحونا جمهورية الصومال الآن أحمد محمد محمود سيرايو وقت جيس أيور دمنايا حنونك يا عافماتك لبض بنا إلهي باهية سبحانه وتعالى ولقى قروح بدني هاي إن مدحويني لهباره هبار قوات دبدة رنتي سياسة دون ما هاي النقطة بروباغاندا يدعي دي هبار مدحوينو دبي بوشوغا آديات بو ناكسن هاي عافماتك سوات تام wax walba uu kala garanayaa sharaf dhac iyo qiimo dhacba inagu tahay inagoo dawladnimo sheeganayna institution leh goolayaal leh ciidan leh maamul iyo kala dambeyn leh inaynu nidaahno madaxweynihii baa xanuunsaday iyo wuu gaboobay iyo madaxweynahana samcad daray ku tahay dawladdana waxay ku tahay iyo mataqaanaa maamulkeenana waxay ku tahay قيمة دعوة كتاي وهي قرن كينو وحولي انستيوش بولي هاي مدحوينو هدو مقيا دلك واحد مسؤولكا ومدحوينو كحيجينكا قرن كتشمورية السومالي لان عبد الرحمن سيلعي والله بدا قولا قرن قورت دي بارلمانكا محكبة دا السارة عيدا مدا قرنكا قولاها والسيرة دا مركا دلكو وحولي هاي نظام يا مامول يا انستيوش بولي هاي لسان يا استريد لما ربولي سومالي لان madaxweyne kaliya uma taliyo ee xukuumad oo dhan baa u talisa marka waa laga qurux badan yahay madaxweynuhu markuu wafdi u baxo in ruti lagu dhaliilo madaxweynihii baa baxay iyo wuu xanuunsanayay waa sharaf dhacbay noo tahay ee dawladdeennibay ayay dhaawacaysaa nidaamkeennibay dhaawacaysaa institutionkeennibay dhaawacaysaa madaxweynihiibay dhaawacaysaa madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland shaqo qaran buu ku maqan yahay dubay waxa uu joogaa waa shaqo qaran وقت جيسة يا عمر جيسة نوحة وكوكا وقت جيسة يا عمر جيسة وحة وكوكا مدحوينوه سومالي لان بوكوكا لان يرني مديسي يا حو جيسي وحة وكوكا سومالي لان هدي حرنمت هاي هدي ديبودست هاي يا هدي مرحلة دمانتا انو كتشرن هدي مدحوينوه امارات كتشوغا انتي امارات إنتو إمارات كتشوغينا ولا عليال شاقا قرام بوكو مقنا هشيسي عالمي يوسو صحيح أيي أو إمارات كشركة دي بي وول هشيسي دا واكو حمي ولا الخطك أيا مانتا يقحون آدي آد بانو قحو ما هاي برنامج كو برنامج برنامج كو برنامج حيسالة خطك أيا يقحون
madaxweynuhu imaaraadku jooga shaqo qaran buu ku maqan yahay intii uu imaaraadka tagay waxa uu soo saxiixayay waxay ahayd mashaariicdii ballaadhnayd ee shirkadda DP World ee dhismihii airportka dhismihii waddada berbera corridor dhismihii dekedda berbera yacni iskama maqnayn ee shaqo qaran buu ku maqnaa madaxweynuhu shaqada qaran buu ku maqnaa alxamdu lilah heshiiskii wuu dhammaaday bilahan gudaheedana la bilaabayaa mashaariicdii shirkadda DP World aynu la saxiixanay maaha macnaheedu madaxweynuhu meel buu fadhiyaa xil qaran baa saaran wuu dhaartay mas-uuliyad baa dalkiiyo dadka ka saaran kaaga baahan maanta khadka ayaa iga xun waan ka xum ahay iga raalli ahaada barnaamijku si toosa idinkuma soconayo shirkadda DP World iyo heshiisyada caalamiga ee madaxweynaha uu saxiixay guulaha aynu gaarnay waxaa ka mid ah maanta cigaal international airport waxaa fadhiya diyaarado caalamiya oo aada u waaweyn diyaaraddii falay dubay oo diyaarad caalamiya oo caalamka oo dhan iskaga gooshta iyo diyaaradda air arabiyan baa fadhida oo iyaduna diyaaraddii ugu weyneed khaliijka ilkaaga baahan walaalayaal iga raalli ahaada khadka maanta inaga yara culus iga raalli ahaada haddii uu yaro googo'o guulaha deynta uu madaxweynuhu imaaraadka joogay ba ayaa la gaadhay falay dubay iyo carabiyan air ways maanta cigaal international airport bay ka shaqaynayaan waa guulaha uu madaxweynuhu gaadhay madaxweyne axmed maxamed maxamuud shiiraan iyo taariikhdiisa ma soo koobi karno wax qabadka uu qarankan iyo dalkan u qabtay ma soo koobi karno doorashuu ku yimid doorasho xor iyo xalaal uu ku yimid doorasho xor iyo xalaalna uu ku tegayaa mataqaanaa waajib qaran baa saaran madaxweyneheennu ixtiraam iyo sharaf buu inaga mudan yahay tixgelin buu inaga mudan yahay wuxuu inaga mudan yahay inaynu mataqaanaa aynu aada iyo aada u weynayno madaxweynaha abaalku inoo galay ma gudi karno runtii intii uu xukuumadda axmed maxamed maxamuud siiraayo hogaaminayay waxyaaba wax ku oolka ah ee taariikhiga ah ee uu dalkan iyo dadkan ku horumariyay waxaa ka mid ah ciidamadii jamhuuriyadda somalilan oo runtii cigaal allah u naxariisto iyo daahir riyaale ay fursad u heli waayaan inay darajada ku taxaan buu axmed maxamed maxamuud siiraanyo si geesinimo leh oo karti leh oo go-aan leh intuu u gaadhay ayuu ciidamadii jamhuuriyadda somalilan wuxuu ka dhigay ciidamo qaran buu ka dhigay oo darajadii leh oo maanta shacni iyo qurux iyo haybaddii ciidannimo leh darajadiibuu ku taxay waxaa ka mida waddada ceeri gaabo waxaa ka mida heshiiska DP World iyo mashaariicda caalamiga waxaa ka mida miisaaniyaddii uu boqol jeer sannadkiiba 157 ay kor u kacday oo maanta miisaaniyaddeenu maraysaa 400 milyan waxaa ka mida intaasoo ceel waxaa ka mida maxaa biyoxidheenka xunba weyne waxaa ka mida waxbarashada iyo iga raalli ahaada walaalayaal khadka iga culus maanta khadka ayaa iga culus waan ka xumahay waxaa ka mida madaxweynuhu waxyaabaha uu qabtay waxbarashadii uu bilaash ka dhigay cashuurtiiyo uu labinlaabay ciidanka oo mar walba mushaarka u kordhinayay maasha allah darajadii dee lama soo koobi karo waddadii ceeri gaabo intaasoo waddo oo uu dhisay siiraanyo road ma soo koobi karno axmed maxamed maxamuud siiraanyo wuxuu ahaa guddoomiyihii snm ugu taariikhda weynaa ugu taariikhda dheeraa dalkan halgan buu usoo galay ku dheeraan maayo kuwa habaaraya waxaanu leenahay habaar waa dibadda wakhtigiisuu madaxweynuhu dhimanayaa ilaahay cimrigiisa ha dheereeyo ilaahay caafimaad sareecana ha siiyo yaynaan qarankeenna bahdilin xusbiyada doonaya ina ay dalkan u hoggaansamaan shuruucdiisa iyo dibudhiskiisa iyo horumarkiisa maaha in ay siyaasad ka dhigtaan madaxweynihii baa xanuunsanaya iyo wuu gaboobaya waxaa looga baahan yahay siyaasad cad inay la imaadaan oo ay tartan cad la imaadaan waa laga qurux badan yahay inay habaar siyaasad ka dhigtaan inay brobogando siyaasad ka dhigtaan madaxweynuhu isma soo sharaxayo wakhtigiisu waa ka dhammaaday
dhowr bilood baa u haray xusbiga wadani waxa uu kala garan laayahay muuse bixi iyo siiraan uu kala garan laayahay horena waan uga hadlay xusbiga wadani waxaanu leenahay kala garo laydhka iyo wildhanka kala garo siiraanyo iyo muuse bixi kala garo waar axmed maxamed maxamuud siiraanyo waa madaxweynihii qaranka waa haybaddii qaranka ixtiraam buu inaga mudan yahay doorasho xoriga xalaal uu ku yimid ismana soo sharaxayo ee ka daaya aflagaadada ka daaya habaarka ka daaya bahdilaadda baanu leenahay xusbiga wadani cabdiraxmaan ciro afkeebuu madaxweynaha wax kaga sheegayaa afkeebuu doonayaa inuu dalka ku hoggaamiyo afkeebuu doonayaa in uu mataqaanaa ummadda ku kasbado miyaanu cabdiraxmaan ciro ahayn miyaanu ahayn guddoomiyihii baarlamaanka miyaanu ahayn ninka qarankan adhaxda ka jebiyey labiyo siddeetan xildhibaan maamuli kari waayey ma ninka maanta isagoo guddoomiyihii baarlamaanka ah raba in uu guddoomiye xusbi noqdo eentu shaqadii qaranka dayacay weliba isagoo mushaahar qaadanaya oo cashuurtii islaanta laga soo qaaday mushaaharkeedii qaadanaya haddana aan qarankii u shaqaynayn ee danaysanaya afgeebuu madaxweynaha ku dhaliilayaa afgeebuu wax kaga sheegayaa su-aasha in laisweydiiyo wanaagsan waajib ma tahay inuu madaxweynaha dhaliilo sidee buu ku dhaliilayaa xukuumaddii baa buu ka mid yahay cabdiraxmaan ciro waxa weeye waa guddoomiyihii baarlamaanka xukuumaddii buu ka mid yahay waa muxaafid dhaliisha madaxweynaha uu saaraya isaguna wuu la qabaa waayo xukuumaddii buu ka tirsan yahay haddii uu wax dhaliilayo guddoomiye xusbi buu noqon lahaa wuu ka bixi lahaa xukuumadda laakiin waxa weeye yacnii bakhtiga ma cune fuudkiisaan cabbaa haddii aanu shacabkii nahay oo aanu cadaaladda mataqaanaa si cad aan u kala saarno cabdiraxmaan ciro waxba ma dhaliili karo dhaliishiisuna ma soconayso haddii uu waxa la yidhi waxaad arkaysa ilka gooyaan baa la yidhi waxaad arkayso ayay ilka maanta khadkaa iga xun maanta aad iyo aad baan uga xumahay waxaan doonayay mawduuca xasaasiga inaan ka hadlo cabdiraxmaan ciro waxaan leenahay waxa tahay cabdiraxmaan ciroy ilmihii caruurtii waxa tahay caruurtii hooyadoo dhallaanka baray ciroy waxa taanu leenahay ninkii intuu maqashii mataqaanaa dayacay idhi geela ha lay raaciyo war dhaliishaadu ma soconayso haddii aad ummadda shacabkaa kasban lahayd shaqada aad maanta hayse ee baarlamaanka ayaad wanaajisan lahayd dalka waad ka shaqayn lahayd si cadaalada ayaad u shaqayn lahayd laakiin shacabkii maad kasban shacabku waa ku barteen xilkii baa lagugu bartay nin xilkiisii intuu daayacay cidlo kaga dhaqaaqay shaqadii qaran iyo waajibkii qaran ee saarnaa dayriyey 17 sano baashaa ka xukumaya oo leh guddoomiyihii baarlamaankaana haddana guddoomiye xusbi baan ahay haddana guddoomiye baarlamaan ayuu u shaqeeyaa ciro weli isagoo baarlamaanka fadhiya miyaad aragteen weli isagoo shaqo qaran haya miyaad aragteen intaasoo xeer oo qarankan iyo ummaddan anfici lahaa ayuu kala tuuray cabdiraxmaan ciro meesha waxa guddoomiye ka ah oo shaqada baarlamaanka wada waa guddoomiye ku-xigeenka waa ciro waxaanu leenahay waxaad noqotay hadba diinta cad kale haddaad doonaysa inaad mucaarid noqoto dee xusbigaaga guddoomiye ka noqo oo shaqadan iska casil iskeed ka tanaasul shaqadan gabalkii baa kuugu dhacay ciro ku dheeraan maayo ciro dhaliishiisu ma soconayso ciro waa la og yahay siyaasaddiisana waa la og yahay khadka iga culus maanta waan ka xumahay shabakadda cuslayd waxaan leeyahay xusbiga wadani shalaad baratay waa la shubi jiray waxaa siyaasad lama yidhaahdo barobogande waxbaa la cunay iyo waxbaa la xaday iyo waxbaa la keneeyey madaxweynihii baa xanuunsanaya iyo waa sakaraad dal laguma hogaamiyo siyaasadna ma noqoto shacabku waa ku bartay guddoomiyihii baarlamaankaa lagugu bartay marka waxaanu leenahay habaarku waa dibadda habaarku ma fiicna
madaxweynuhu waa nool yahay waana noolaan doonaa waqtigiisaanu dhimanayaa ilaahay cimrigiisa ha dheereeyo ilaahay caafimaadkiisa ha dheereeyo cirro waxaanu leenahay siyaasadda ciyaarta ka daah xusbigiina ceebaysay dimuqraadiyaddiina ceebaysay qarankiina ceebaysaye way kaa xidhantay siyaasadda somalilan cabdiraxmaan cirooy waxaanu ku leenahay soomaaliyadaada iska aad baanu ku leenahay qarankuna shacabkuna waa ku arkeen ummaduna waa ku arkeen war ma ninka 28 xildhibaan xukuumi kari waayo ma ninka baarlamankii baabiiyey ma ninka qarankii adhaxda ka jabiyey ayaa maanta doonaya madaxweyne inuu noqdo ma ninka kursi jacayl 17 sano u fadhiye isagoo guddoomiye xusbiya weliba ku dhegan baarlamankii ayaa maanta doonaya inuu hogaamiyo qaranka taasi ma soconayso waxaanu leenahay cirro xusbiga kulmiye tartan baa idinka dhexeeya wixii siyaasadaad hayso ummadda u soo bandhig laakiin axmed maxamed maxamuud siiraaye iyo muuse biixi kala garo laydhka iyo wildhanka kala garo sir iyo caad siiraanyo waa madaxweynihii qaranka muuse biixina waa guddoomiye xusbiga kulmiya waa bal u kala sheega ninkii cirro waa dawakhaya xusbigii wadani waa dawakhaya xusbiga kulmiya waxa guddoomiye u ah xusbiga wadaniyow muuse biixi cabdi baa guddoomiye u ah axmed maxamed maxamuud siiraayana waa madaxweynihii qaranka kala garo iskuma eeka way kala duwan yihiin muuse biixi waa nin dheer axmed maxamed maxamuud siiraay waa nin gaaban iskuma dhowa malaha way iskugu eekaadeen waar tartanku wuxuu idinka dhexeeyaa kulmiye ee xukuumadda idinkama dhexeeyo siiraayana ma tartamayo way u dhammaatay siiraayo kaddaa habaarka kaddaa mataqaanaa aflagaatada kaddaa baanu ku leenahay ceebaha iyo mataqaanaa sharafdhaca aad qaranka iyo madaxweynaha ku wado madaxweyne ha noolaado ilaahay ha barakeeyo cumrigiisa alla ha dheereeyo madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda somalilan taariikhuu dalkan iyo dadkan ku leeyahay maanta waa ka xumahay khadka ayaa iga xumaaday barnaamijkan waa ku soo celin doonaa haddii ilaahay idhaahdo waxaan ku tusayaa xusbiga wadani inaanu qaranka somalilan matelin oo uu yahay xusbi fashilmay oo uu yahay xisbi aan mataqaanaa siyaasad lahayn wax alla waxa somalilan mucaaridka ku ah niman iminka niman iminka walaal muuse biixi kama hadlayno saaxiib garaad guusha saaxiib muuse biixi kama hadlayno waxaanu ka hadlaynaa axmed maxamed maxamuud siiraanyo muuse biixi iyo cirro way tartamayaan kii room baana reerka u soo hadhaya calafkoogaanay kala qaadayaan laakiin wadani ha kala garto muuse biixi iyo siiraanyo ha kala saaro siiraanyo waa madaxweynihii qaranka jamhuuriyadda somalilan siiraanyo doorashuu ku yimid doorashaanu ku tegaya waxa weeye garaad guusha muuse biixi kama hadlayno ma garatay muuse biixi iyo cirro tartan baa ka dhexeeya waana guddoomiyaha xusbiga kulmiye laakiin waxaanu leenahay xusbiga wadani ha kala saaro muuse biixi iyo siiraanyo waar siiraanyo waa madaxweynihii qaranka doorasho xor iyo xalaal uu ku yimid doorasho xor iyo xalaalna uu ku tegayaa ummaddan iyo dalkana lagas dib uga tegayaa taariikh buu dalka ku leeyahay wuu u soo halgamay waa cadceeddaa waxa uu qarankan siiraanyo u qabtay waa sharaf iyo cis iyo karaamu inaga mudan yahay waa laga qurux badan yahay in uu olole ku raadiyo aflagaadada iyo cayida madaxweynaha iyo marwada madaxweynaha xusbiga wadani waa laga qurux badan yahay waad faantaan u malaynaya marka kulmiye iyo wadani tartan baa ka dhexeeya laakiin siiraanyo waqtigiisii waa u dhammaaday dhowr bilood baa u hadhay garaadka qaaxa qaaxaba yaa ka hadlayaba qaaxa ku dish qaaxadaasaad ku jirtaa ninka garaad guusha
قاحب يا كهلا يبا ورب مصبيحا نكهلنا ورسيرايا نكهلنا مدحوينا قرنك هيبت قرنك ايا نكهلنا مدحوينها هل السود دويو هل احترامو هبارك هل قد هاي مدحوينها بانو لينا هاي ان وحا صبحي رقبا صبحي رقا صبحي وحوي محاتري برعام موسى اي افوت والا ترتمى يعني والبع على في سوق هذا يا كيد قرن كانوا قامين يعني الهي بعد دورنا يا لكن محلو بهاي هاي ترتكون ترتر حلال النقضة وحلو بهاي هاي حس بقوتنا أنا جوا حلايا هاي أن مر والبن أورنشري كل مية مصبيح عبدي يا سيرايا كلا قران ولنا سيرايو يا مصبيح عبدي كلا سربان ولنا سيرايو وسيرايو مصبيح عبدنا ومصبيح عبد مركان موسى ترتم بايد كده حياة ده سيراني ومدحويني قرنك وقت جي سينوا سوق قابتي دور الشحر يا حلالا نقبنا يا تلك التاريخ بكلية كده مدحوينا هبارك هباروات دي بدة وقت جي سينوا مدحوين ولبنا يا ما قرتي عبد الرحمن عرو اللي بيا سداتا حلبان معمول كرواي او وريتشن كرواي او عن سكوك الصوناي نو اسلا هتاد بارلمك وريتشسو بلاي هاد مدحوينكو قولي سنوي ده هادي وحن إذن تصيا عاو خطكا إقاحن وان كاحن مهاي وحن إذن تصيا ولا ليال اللهم صل على سيدنا محمد لابن نبا إذن تصيا عليكم السلام والعال لابن نبا إذن تصيا لابدن أسد ويني دوغيو دحل ويي هدا حسيتيني نيما قال درد حسيتيني نيما قال سلطان كير سمال والله ها إبراهيم أنا قصي سياسي بان هاي فيفا مصبح واي ورياء حسن عبد الله محمود هذا جاي سعاي نو نو اسمع شلي ما انت كل لو هذا سعاي شلي ما انت كل لو هذا جاي سعاي ما انت شبكة ده النجاح حميد شبكة ده ايه النجاح حميد ما انت ان قريب تفرس ما ده النجاح حميد ما فعلت هم ريني وراء إن هذا جايس عاي واي عرر دور الشدة أي شعب كبير عليه محوط دور الشيء لعلن عرر الله بيستيت اللي بام بحكومة كريلاية هاي عبتيسة عرر يسجس عبي المياد ركت قف هنتق قف محاك راعي حل قرن هيا وما تصاد دورت وواجب قرن سارني هاي وعن مالين كليه كسو حاضرين بارلمانك oo maalin kaliya aan wax umada ku faraxdaan la iman oo calooshta oo isagu naftiisii uu u qararaya muxuu madaxweyne ku noqonaya madaxweynaha taa doonayso shacabkaaga waynad kasbataa xil buu haye gudoomiye baarlamaanku ahaa muxuu intii uu gudoomiye baarlamaanka ahaa muxuu taariikh iyo lagasti umada uga tagay de wuxuu uga tagay inuu faar la dhaco xildhibaanadii iyo gudoomiyaha ku xigeenka feer la dhaco wuxuu uga tagay Cabdiraxmaan Ciro inuu maamuli karo waayo 28 xildhibaan isagoo cashuurta hooyada laga soo qaadaan caafimaadka haysan ee waxbarashada haysan ee leerka haysan ayaa haddana wuxuu ololeynayaa xisbigiisa hadii maanta aan qabiil jirin oo aan qabiil aanu meesha ku fadhiin Cabdiraxmaan Ciro oo sharciiga iyo awooda la isticmaalayo Cabdiraxmaan Ciro xabsi baa la dhig lahaa sidee loo dhig lahaa de wuxuu ku tagrifalay waqtigii umadu ay soo dooratay wuxuu ku tagrifalay shaqadii qaran ee loo dhiibtay wuxuu ku tagfaray hantidii umada shidaalku ku shubanaya gaadhigiisu waa xaraan mushaarku qaadanaya waa xaraan umadii soo dooratay
فتعملني ومضي صدرت ومسقي وحو أولين يا واس وا وا وحن لجرني هدي وقدومي بارلمك خدك يقحم ولا ليال وقحم هاي هدي قدومي بارلمك وين أنا وش فلمنت والله بلاد الله ما أنت موبل كمان الجدار كله فتاعي سب الشبكة دي بينا شبكة إيجاحون مانتا وان كحوما هاي شبكة مانتا إيجاحوما هاي خط كان نجا علوس كدار كله يا جماعة بالكاكر ده عادي مان شبكة حول صحابة مانتا ولا أنت هبريون سوا قبيل كإساق وجوب اللارن هاي سكوك عيننا هبريون سوا لو هبريون سوا إساق وأول عليهن وانو تشعل هاي ولا ما ذي كعمود لكن هبر يونس عدي من نبعا هبر يونس عدي من نبعا لكن هبر يونس هدي اي دون سين قرك حكمته دان موادنا موادنين بدن واخذ الشيء ان موادنا كان سدان هكا سدان عبد الرحمن عريد كما قد ميو عبد الرحمن عريد كنا وايدن عيبيه سومالي لانه وا عيبيه هدي وشعبك كو كسبن لا شقديس ولا دوران لها قفكا ما حا لو ايغا وخا ليلي نيكاد كباها كتولون اسا كبيسا لأيغا نيكاد دوران انا واقو دومي بارلمانك انتي او بارلمانك اها محو قبتي محو متا كسو كردية اسويدي عبد الرحمن عره او مباها نبا ان لما عنايو والواقو دومي بارلمانك او حل قرنبو هايا محو تاريخ هايا كتاقي انتا او نسويدي انتي او لبيس داتا كاح الليبان مامولاي عدالة مسامي شقونا أحسن مسمية قرن كموحو قبطي بل عروة هذه شكتين تو قدومية بارلمانك قدومية بارلمانك انتو يهي بل إيسو شاقة واح لغس دي ومده وقتك واحان فاد هاي فاد عاو ما انتخدك ايقاحون آديات باي دي السلام اياه ان واحان دي شاقة اياه نمان بدن باتش سدوينه دوغيو دحلوي هدا اسيتن اسيتن نيم قل غورا هدا ديبو مدحويناها باركه مدحويلها هبارك هلا قد أيو هبار سياسة من نقضه عسبيجي ودني هبار ياف لقادي يبروبوغاندا كسورت عبد الرحمن عر نواف الشلمة لبي يستتح الإمام مامول كرواي إن حلك ووريتشن كرواي أفكيبوكم معارضة يا إلا حكومة دي بكم دي هاي إسقى حير باق بنايا هدي محكمة الله صوص عريم كحرك بكم متيسنايا ويا قرن كوم الشقة يوم شهر نوقاتا قاريس الشدال كو كشبته واحد وع شورت الشعب كو مشقي وقت جو اللومية مشار كيس بلاش بكو قادنا يا لبي استيت كيح اللي بامو مامول كرواي انت اس او حرب ايو قرن كي كلومية محينو كو دورنا بلا انو دورنا محينو كو دورنا عرو عرو والا برت والا يقانا ان واحد ندي شيخ يا ولا عليا اللهم صل على سيدنا محمد نمن باصو بحي سومالي لان شاگان ايا او ولي برهي برعا شاگان ايا نما كاوا اللبانين وا بدايهين لكن نما كاللبادا او قدران وي ميدي واحا وي واحا ودي واحا سو واحا نتاگان هاقو ودي ان لان يرتا ميد نما قران ايو كشكو مقعاوا midna waxaa la yiraahdaa Saciid Maxib aan la yiraahdaa isaguna waa la mid weeyaan waa isla gruubka labadaan inba Cabdiraxmaan Cirro ilmaadeeriyihiin Cabdiraxmaan Cirro ayay ilmaadeeriyihiin Cabdiraxmaan Cirrana waxa lagu xamanayaa xagga ay Soomaaliya wali Cabdiraxmaan Cirro oo Soomaaliya dhaliilaya miyaad aragtay isagoo jawaabaya miyaad aragtay isagoo cambaareynaya miyaad aragtay Kiiniya kula kulmeen Turkiga ugu tageen waxa u qorsheysan
هدي ولقاك قوليست دورشدا انو سوماليا اسكا حاضرين يا سيدي عبد الرحمن تور عبد الرحمن عرو بقول كي بس قاش انتك بسوشيال ميديا كار ليرا من ما قرن بانو اولولين يا سوماليا وا كانيو اي مدحدين معايا اي سنه معايا عبد الرحمن عريل ما دير ردي وي هدا بو حنا تسيا ما انت خط كي با ابريغا نقضي وحن اللي تصيا لبن بان اللي تصيا لبن بواد قرن دونتان لبن بان عبد الرحمن عري المادر الرومي بل نكا الى الطاولة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دي البان الذي السلام يا saya demam suatu ada insyaallah demam minum karan dan cemila lima aksalan bulir gahsaka dem nikah wadar kisa wadar kisa nikah assalamualaikum nikah wahala irahda sejid bala irahda wajal orf nawiye عبد الرحمن عري المادريين سقي النك لو يسقون إلى من نمق رمبان التاجنة وخير ري يا فرماتش يا مورغان يا بو أمانة سيرانية يا مسبحية مشاهدين تسلم بو عايا دتكاس ما ركتي لما أنت عري كواب ترسدا عرو حسب جودني بكواب ترسدا وحقن يا حقن دمير كوا كدنتي دلش محيريان ديك محيريان دمير ماله ان سوماليا دا لغو بهدي ليو امكا نكي مقدشة لغو توقتي اف نكي مقدشة لغو توقتي افكا لغاية كاتشي عبد الرحمن عري المادر هاي ما قراتي كوان امكا مدني ما قراني وحكا شاكيني عبد الرحمن عري المادر عبد المالك موسى عردون وادركتي ان محاكو رايي باشي محمد باشي باسوما يا صحفي اوديجي بدارت له محمد باشا وهذا ركتين سقنا عبد الرحمن عري المادريين ان رنتي دتكودي لدباتيي دتكودي لحسوقي هنتدودي لبابيي وحا كلا وين حلي حمر لوغا مغعابا كلا وين ودنيت ما يقانان ددني ما يقانان ديك محيريان دلشم محيريان متقانا سومالي لاني من مجرتو حقنا ديك وايان حقنا بيكولة جوغا مرقان نين محالوغو آمين يا عرو نين موقف كيسي كرسي يا هاي كرسي ونكو داقان إما كرسي كي بارلما كوكو داقان يا نين موقف كيسي ونو كرسي يا هاي حالوغو آمين يا ميان نوس هلاقنا ورلبان نين با ترتما يا لبان نين ترتما يا وفايسال يا مصبيحي وي رونا هدا دونس لبدانين كي كو غولايست لبدا بان وا كغا قمايا فيصل دلك يا ددك با لوغا امين وا نين موادنا او بوس كي و خو تاغان ياهي حاج عبد ورابه بو تاغي فيصل علي ورابه وا نين موادن او قرن كجعل وا فيادين بو غو هيليا او وقتي سي كلوميه صدح جورو لغا غولايست حمر بو تغلا عود تقوي دلك يدك كل حد على كله مو سنوان ديج يدوح به الشوي والله بتشارو دعوة عمي أو أي جو كلاي أو صوت قال عمي أو دلك أنا يدك كم وحيهم بجرناي أو علن كان جرناي قيمة هولية هاي علن كان قيمة هولية هاي بجرناي مصبيح فيسلو جرناي لكن عرو واحد بدين وأن كرسي ربا كرسي من كرسي ربنا سيدي إسماعيل هو ربوبا حق المركو هي حق النواب تقية يمكن بقول كيف كنت الحسب جوتني دلني يرتودو وحي على لين يال من مس ومالية دو عن شرير كان إذا تسيبا كم إذا لو ما آمني كر قرن كعبد الرحمن عرو مصبيحي سدو دونا بها أها فيصل على ورابه يا مصبيحي مصبيحي فيصل على ورابه
لبن نو قرن كلوغا شكية ما لبدا بو الوغا مني كرا واو لكن عرو نين قرن كلوغا هلين كرا ما سومالي لانو واوكتاي سياستي سي بروكتاي وايهي خدك ايام انت ايقاحن ولا ليال وانكاحن هاي برنامج كلها الربينا كالا وحوية برنامج كهودا هودا السومال لان عدي مقا هذا كرتو ديك يردوح بينو كحقنا هدي السومال هرقيسي يا مقتشا الله قيبين ايو واكي وانو سودا وينينا لكن هدي مقتشا وكريا لقين ايو لما اقولا السومال لان هودا يدا عد الله عد ايو قد ما فريسان اسامي جرتو اوود اي كسو عشتنا ويلا ذا هاي عالم كنوا أغي هاي حدي هرقيسي يا مقتشا الله قيبين يلا بدا سيدي أول باها انشرتي ولكم وانو سور دوينينا لكن نينك فرما حار ما تشالا يدا حدي وربينو أود كو قادو تبلا كو قادو واكاسي هود السومالي لان هود السومالي لان شعب يحكمت بوانو إلا سنينا هوينك هود يدا حدود دا يدا بدا هايقا عددا أسكا قيد إن لغو سوحد قدبو أمو أقولين عددا أسكا قيد إن لغو سوحد قدبو أمو أقولين هودو نمر كوربا واحي كدا حيسي كونفور يا وقوي مقدشو يا هرقيسة بربري يا مقدشا لغا حكومي تشري سيدي ومبانا لغا حكومي هاتي هاتي الرابع واحكو سوكا بقبين يا ولا ليال خدك أيام أنت إيقاحون هستي مدحوين أحمد محمد محمود سيرانيو إلهي عمر قيسة أو ديرايو إلهي عافيماتك هاو ديريو وقتي سوا سوق بقبوبي دورشادي وحي يرباكا هاداي دورشادي نوحي كدو انتي دورشوين كيو هوري بقول كي بس تقاش الدولة دا ايا بحسي خرشكا كو وحا كوليك كدو انتي دورشادي ني دورشوين كيو هوري بقول كي بس تقاش دولتا ايا بحسي وايا هاي اللهم صل على محمد ان هستا ساكو سوق قبين يا ولا دورش كاركا هلا قاتو كاركا هلا قاتو سيد ديمقراطية ده هلو ترتمو هلو دودو قبيالتا يا عاطفتا اسكت دينو بروبوغاتي عايدنا الاسكت دايو مدحوينا احمد محمد سيراي لا عمرك يسار ديريو ومدحوينهني شرف يعسي كرام ونقم مضيعي مدحوينا هي مروضة كوبات مدحوينك حيجانك هي مروضة اللبات عيدما ذا قرنك قولا والسيرة ذا ان قفكي وحعنية اذون عيتمن او ان عنته من عطيمه كان قد با چرتان تدورك محكبة سراء چرته adigoon ay tamin oo tuun ku qaadin oo waxba la cunay waxba la boobay cadeyn hadaa haysa xusbiga waxa looga baahanyahay maadaama xusbi qaran yahay mucaarida sharci buu leeyahay inuu wax dhaliilo laakiin dhaliishiisu waa inay xalaal noqotaa waa inay sax noqotaa waa inuu cadeyntii keena maaha untu media fadhiisto inuu sidii u hadlo sidii dadkan iska hadla facebook ka hadla inuu hadlo ma waa in ilaan umad buu wax u sheegayaa cadeyntii la imaadaa waa inuu yidhaahdaa ninka wasiir hebel amba xukuumaddu waxaasay luunsatay cadeyntiina waa tan laakiin inta shir jira aynu qabatay inaad tiraahdo kanaal la cunay iyo kanaal la sameeyey iyo kanaal la luunsaday waxaasay arrin maaha madaxweynaha ilaa cimrigiisa ha dheereeyo ilaa caafimaadkiisa ha dheereeyo sharaftiisu waa sharafteenna quruxdiisu waa quruxdeenna cimrigiisu waa cimrigeenna dalkan iyo dadkan taariikh buu ku leeyahay maanta khadka ay naga xun ST madaxweynaha ku soo gabagabeenaya fiidiyowga share gareeya farsamada ay naga xun hab dhismeedka qarankiya meenan kaydka sidaalka laga helo hoggaan helin yaglela usumaray hayaan dheer hoggaan helin yaglela usumaray hayaan dheer hab dhismeedka qaran maanta khadka ay naga xun khadka ay naxaasidaya maanta shabakada culus maanta
هبدي سمعتك قرنك يا مهنان كيت كشدالك لقهلو وقام هيلين يقليلا سمري هيان دير وقام هيلين يقليلا سمري هيان دير هن الشعب كلاقو هاقو هوي نبدا لاقو هلو هبني يا درارتي دولتا هبني يا درارتي دولتا وهلانا إذ كنا هرير قلا أقويا نكيسي يا هميجي سوي يا هاي نفتي سنة وصوه ألا هدفك قوشي يكوي قلي أقوسيقا أقويا نكيسي يا هميجي سوي يا هاي نفتي سنة وصوه ريهل قنكي حرية دي ألا هدفك قوشي يكوي قلي أقوسيقا يكوير قلي أقوسيقا أقوسيقي وكاني مالقي مدح وينا خدك اي نقحن هستا والدمين لا لكن خدك اي نقحن هذه ما يدين شعلا هاي في دوغة شير قرية برنامج كان سوغو خدك اوكي هاي بان سوغ لي دونا سوى عما وغاد لي دونا تاني ينتين وكل ما ينوه وحان دين لي هاي سيو اغيني فلسي